عودة مقترنة بإنجازات مهمة في عدن، إنها عودة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة السياسية المؤقتة لتكون أولى مهامه برفقة محافظ عدن الجديد عبد العزيز المفلحي، هي افتتاح محطة توليد الطاقة الكهربائية الممولة من حكومة قطر بقوة 60 ميجاوات. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة التركية المنفذة للمشروع عن نجاحها في تذليل كل الصعوبات وتركيب المولدات وتجريبها، ما يعني أن الخطوة الأولى في مشوار استعادة الحياة في مدينة عدن سوف تنجز قريبا جدا، خطوة تضع العاصمة المؤقتة للبلاد أمام تحول مهم في تاريخها، وتجسد عمليا التوجهات المعلنة للحكومة، وتساهم في تنفيذ وعود رئيس الوزراء لأبناء المدينة بصيف بارد هذا العام. لكن ثمة من يحاول أن يبقي هذا الصيف مشتعلا ومنفلتا ومفتوحا على كل الاحتمالات. قبل قدومه المرتقب إلى عدن، أجرى محافظها الجديد عبد العزيز المفلحي سلسلة لقاءات في الرياض على صلة مباشرة باستحقاقات تطبيع الأوضاع في المدينة. إحدى لقاءاته كانت مع السفير التركي لدى اليمن ليفانت آلر. وضع شديد الصعوبة تعيشه عدن حاليا، لا يتعلق الأمر في نظر المراقبين بتردي الخدمات فقط، بل أيضا بهذا القدر من الانشغال من جانب البعض بقضايا تقع خارج السياق العام للأزمة والحرب في اليمن، بما يصطدم عمليا مع الأهداف المباشرة للتحالف العربي الداعم للشرعية. بين التحديات المرتبطة بتردي الوضع المعيشي والخدمي واتجاه الأمور نحو المزيد من الانفلات الأمني، تتجلى تعقيدات المرحلة المقبلة في العاصمة السياسية المؤقتة لليمن بانتظار حلحلة تتفق مع التوافق الذي عبرت عنه اللجنة الثلاثية للتنسيق المشترك التي أنشئت مؤخراً برئاسة يمنية وعضوية سعودية وإماراتية.